ديالي خديجة الغزال، رئيسة جمعية نساء سوس ساردة في المقر ديالنا كشبر. احنا هذا بالنسبة للمؤسسة بن السعيدي، بنينا درنا مشروع ديال التبني المدرسي، هذا هو الشطر الأول فاش حضرتو اليوم. التبني المدرسي اش كنديرو؟ أننا كنتبناو التلامذة في الجانب النفسي والجانب الاجتماعي، وكنحاولوا حنا كنحاولوا نديروا من الحد من الهدر المدرسي والتصرف الدراسي. وهذه المره كان المشروع ديالنا برنامج ديالنا اننا بدينا بالشطر الاول ديال الاول والثاني، اختارينا الاول درنا بالنسبه للاناث، درنا اليوم الحنة بالنسبه ديال مناسبه عاشوراء، والالبسه ديال 40 تلميذ 20 تلميذ بالنسبه الاول ابتدائي والثاني ابتدائي، واستفدوا تلمت كل شيء ديال المؤسسه المستوى الاول والثاني. جبنا لهم بهلوان، يعني المؤسسه كلها الاول والثاني استفدوا من النشاط ديال بهلوان. والشطر الثاني ان شاء الله غادي يبدا بالنسبه للرابع والثالث والرابع، وعاد الشطر الثالث بالنسبه للخامس والسادس. كيف داز النشاط تاع اليوم الاحتفال بالنسبه لجمع عاشوراء؟ الحقيقه مزيان، كنشكروا في الحقيقه المدير ديال المؤسسه والاطر التربويه اللي كانوا جد متعاونين. وفي الحقيقه ما حسيناش باننا في مدرسه، حنا ضيوف على المدرسه، حسينا باننا المدرسه ديالنا مدرسه بن السعيدي بالحفاوه ديال الناس ديالها، ونشاط داز مزيان، استفدوا التلامذه بالنسبه للجميع، استفدوا بالنسبه للمستوى الاول والثاني ابتدائي الجميع. مدير مدرسه بن السعيدي، نحن جد مرتاحون وجد فخورون بالشراكه الناجحه اللي كثرتنا جمعيه نساء سوس للمراه والطفل. وهذا النشاط اللي كيجي هذا اليوم ديال عاشوراء، اللي من يوم طالع كيصاد عيد المسيره الخضراء المظفره، وكما كتلاحظوا كما شفتوا جميع بانه الاستفاده اللي استفادوا التلاميذ من طبقه فقيره جدا للمستوى الاول والثاني، استفدوا من ملابس اضافه الى انشطه تربويه هادفه اللي جعلت التلاميذ والتلميذات الامهات والاباء والاساتذه كلهم فرحانين، ويعني بهذا النشاط هذا اللي كنتمناو يتكرر ويتكرر، يعني في اطار الشراكه اللي كتربطنا اللي كتضم واحد البرنامج حافي على طول السنه، ضمن مشاريع تربويه هادفه وكنتمناو التوفيق. وكنشكروا الجمعيات نساء سوس للمرأة والطفل، كنشكروا على الاهتمام ديالها وعلى العمل ديالها داخل المؤسسة التعليمية ديال المدرسة.